حتى نفتح السيميلينك نكبس على هذا الايكون. وين شفتوا السيميلينك في الماتلاب لما اخذتوا الماتلاب؟ استعملتوه في الكنترول. إذا إذا بتطلعوا اللي أنتم استعملتوه هي السيميلينك، والسيميلينك مع البلوكس كلها اللي موجودة هون، ومقسم البلوكس فانكشنالي كومنلي يوز بلوكس، كونتينيوس، ديسكونتينيوتيز، ديسكريت، في لوجيك، في ماث أوبريشنز زي كومباراتور بلس ماينس، هاي كلها. بعدين في عندي هون سينكس اللي هي الأوسيلوسكوب أو الديسبلاي، ديسبلاي كمان ممكن تستعمله، أو السكوب، هي سكوب عندي هون، حتى في كمان إكس واي جراف. إذا أنا ما بدي أعمل بلوتينج أجينست تايم، بدي أعمل بلوتينج الإكس أجينست الواي. حتى اطلع دايجرام معين. ممكن كمان نبعت على الورك سبيس من هون، فممكن ابعت الاوتبوت تبعي على الورك سبيس واحطه في اري. هاي كمان مهمه، اللي هو بروح على الماتلاب بصفي اري موجوده في الماتلاب بامكاني استعملها. هلا اللي احنا بهمنا في طبعا اشياء ثانيه. اللي مهتم في الايرو سبيس، مين اللي كان واحد طالب جاني امبارح مهتم كان في الايرو سبيس؟ هاي هون في ايرو سبيس بلوك سيت، كوميونيكيشنز، كنترول سيستمز استخدمتوها يمكن، داتا اكوزيشن، في كمان الفازي مثلا، الفازي لوجيك تول بوكس استخدمتوها. من الاشياء اللي انا استخدمتها لما درست ديجيتال كنترول، في اظن كمان ديجيتال كنترول او لا هو جزء من اظن جزء من الاصلي، نيورال نتوركس، سيجنال بروسيسنج، سيم ايفنتس. اللي مهتم في الديسكريت ايفنت سيستمز، اللي بيعمل سيميليشن بده يعمل سيميليشن ديسكريت ايفنت سيستمز، في عندي بقدر اعمل كيوينج وكيوينج ثيوري، استخدمناه في احد الكورسات. هلا اللي بهمنا هون احنا بشكل، وفي سيمسكيب، سيمسكيب كمان ميزته انه بيقدر يدمج الميكانيكال والالكتريكال. هاي هون درايفز، الكترونكس، هيدروليكس وسيم ميكانكس، بقدر ادمجهم كلهم مع بعض. يعني هو طبعا انت بتقدر تدمج اي شيء موجود في القائمه هاي، بس هدول بالذات سيمسكيب بنقدر نعمل موديلينج لميكانيكال سيستمز، سبرينج، دامبر وماس وجوينت وكل الاشياء هاي، وممكن ادمجهم مع الهيدروليكس ومع الالكترونكس، انتجريتد سيركتس، اكشويترز، درايفرز. حتى انا هذا ما استعملتوش كثير، بس هذا فيه فرصه كويسه. وبعدين الدرايفز، حتى درايف لاينز كمان هون، جيرز، ميكانيكال سيستمز، جيرز وفيكل كومبوننتس، سنسرز واكشويترز. فبامكان الواحد يعمل مشروع كامل ويعمل له سيميليشن بهذا السيستم. تول هائله جدا. وبعدين ميزتها طبعا هي مش شرط انها تكون لينير، احنا دائما نحكي عن النون لينيرتي. هذا كل السيستمز هون ممكن تكون نون لينير، ما في مشكله. بحلها، لانه ما بحلها باستعمال اللابلاس ترانسفورم زي ما احنا بنحل، بحلها بالتايم سلايس نيوميريكلي. تمام، بحلها نيوميريكلي بالتايم سلايس سيميليشن. اللي بهمنا احنا اليوم هو السيم باور سيستمز، الا اذا مرينا عنه. هي السيم باور سيستمز، هذا اللي بهمنا بشكل رئيسي. طبعا اي شيء موجود من قبل نقدر نستعمله. فخلينا رح نبدا نبني فايل بسيط جدا. هلا حتى نبدا فايل جديد زي ما بتعرفوا بنعمل من هون نيو موديل. الاكستنشن تبعته هي mdl.mdl، mdl بتصير هي موديل. وراح اعمل نفس الشيء دراج اند دروب. راح ابدا مثلا، خلينا نبدا بفولتج سورس. فبنيجي هون عندنا بال الكتريكال سورسز، والالكتريكال سورس من هون راح اخذ، في عندي اي سي كرنت سورس وفي عندنا اي سي فولتج سورس. راح ناخذ شيء بسيط جدا اي سي فولتج سورس، وخلينا نعمل عليه فول ويف كنترول ريكتيفاير. رح ناخذ الان، رح نبني اربع دايودز بدل ما ناخذ ريكتيفاير جاهز، رح اخذ اربع دايودز. فناخذ الهون اليمنتس او باور الكترونكس، عفوا باور الكترونكس. هي عندي هون دايود. هلا الشيء المهم اللي بهمنا هون بالدايود وطلعنا عليه شوي بس، ما ان عندي الاون ريزيستنس بامكاني هون، يعني هذا ما راح يكون ايديال دايود، بامكاني احطه كايديال دايود. بس الحلو كمان هون في السيم باور سيستمز انه بقدر احط البارامترز. من وين بجيبهم هدول؟ من الداتا شيتس.
إذا بإمكاني أحط هون الفورورد فولتج، بإمكاني أحط مثلا إذا في عندي فورورد ريزيستنس موجود من هاي، إذا في كمان مثلا هذا طبعا السنبر ما حكيناش عنهم، رح نحكي عنهم بعدين. أي واحد من الكومبوننتس هذول بقدر أحط ميجرمنت بورت، بورت بيطلع لي أوتبوتس بقدر أعملهم ميجرمنت وأوديهم على أوسيلوسكوب. أنا رح أخليها هلا زي ما هو بالديفولت بارامترز اللي موجودة. لو بدنا نعمل هون فول ويف ريكتيفاير رح أعمل له فورمات وروتيت بلوك كاونتر كلوك وايز ورح أنسخه 4 مرات. بعدين رح نشبكهم من هون. هذا هو السنبر. السنبر ما حكينا عنها لحد الان، رح احكي عنها بتفصيل اكثر بعدين. بس كثير من الكومبوننتس هذول خصوصا الاس سي ار اكثر من الدايود بهمني اشبك ان باراليل مع سنبر. سنبر بكون عاده ار سي نتورك وله هدف معين حتى يعمل ليميتيشن للدي في على دي تي. بتتذكروا حكينا عن الدي في على دي تي؟ احد الاهداف الرئيسيه للسنبر انه يعمل ليميتيشن للدي في على دي تي اللي بتصير عبر الكومبوننت السويتشنج ديفايس. اذا هذا هون شبكنا الخط. طبعا اذا كان مقطع معناها مش شابك مزبوط زي ما شفتوا يمكن بالسيميلينك نفس الشيء. هي عندنا هلا الفول ويف ريكتيفاير. رح ناخذ هلا الاي سي فولتج سورس رح ادخله هون. هاي دخلنا الاي سي مزبوط، دخلناه بالمكان الصحيح. بعدين هل راح يطلع معي هذا الاوتبوت من هون من اللود؟ هلا في البدايه راح اخذ بس ريزيستيف لود، فاحنا بامكاننا ناخذ كمان اليمنتس وبالاليمنتس راح اخذ فيش عندي ريزيستر لحاله، في جنرال بارلل ار ال سي برانش وار ال سي لود. هلا انا مش متاكد بالضبط الاختلاف بين البرانش واللود بس راح اخذ انا هلا ما بتفرقش اخذ سيريز او بارلل. هذا اللود راح احوله لريزيستيف في البدايه. رح ناخذ ريزيستيف لود وخلينا احطه مثلا 2 عشان نشوف الكرنت نص الفولتج. فصار هذا هون ار ال سي برانش. وهذا هو اللود اللي رح نعطيه من هون. هلا بدنا نقيس الكرنت والفولتج. اكس واي جراف. نعم اكس واي جراف. لا على سكوب. لا على سكوب، في عندي سكوب بس قبل ما اعمل سكوب هلا هون بكم تنتبهوا على شغله مهمه. هدول مش سيجنالز، هدول فولتجز وكرنتس. لما كنا احنا نشتغل بالسيميلينك كنا دائما نشتغل سيجنالز. فانت لما بتيجي ما بتقدرش تاخذ مباشره كرنت وفولتج وتحطه على سكوب، ايش لازم اعمل له؟ ميجرمنت لازم اعمل. فبدي اروح على الميجرمنت لايبرري. هلا الميجرمنت اظن هون بناخذ هلا كرنت ميجرمنت. خلينا ناخذ فولتج وبدنا ناخذ كرنت ميجرمنت. بدنا نقيس الاثنين. الكرنت طبعا راح يتوصل ايش؟ ان سيريز. تمام، فبدي احطه هون. هلا بامكانك كمان اذا حبيت تشوف الكرنت اللي جاي من السبلاي بس احنا راح ناخذ شيء بسيط الان. هلا لذلك اطلع هون عندي في بلس وماينس واي. البلس والماينس ايش هم؟ هدول هم الباور تيرمينالز بس الاي هو السيجنال. فكانه هذا فكر فيه اذا بدك كانه يو اس بي بورت راح يروح على البي سي. كتبسيط يعني كتبسيط هو مش هيك بس يعني هذا راح ينشبك بالدائره وهذا راح ينشبك بالدائره. هدول صاروا الباور تيرمينالز. النقطه هاي اللي عليها مثلث صغير هاي صارت كانها السيجنال ولذلك طلعت سيجنال واحده يعني خط واحد. إذا رح ناخذ هلا هذا نشبكه ان سيريز مع مع اللود وبعدين النيجاتيف رح اشبكه على اللود. وين الجهه الثانيه من اللود رح اشبكها؟ مع الاوتبوت تبع الريكتيفاير. هي صار عندنا اللود مشبوك وعندي الكرنت. الفولتج بدي اشبكه ان باراليل. قديش الانترنال امبيدنس لايديال كرنت ميجرمنت ديفايس؟ زيرو. وايش الايديال انترنال امبيدنس لفولتج ميجرمنت ديفايس؟ انفينيتي. اوكي، اذا هلا رح ناخذ هدول من هون. رح احط كمان الفولتج. هلا هذا خليني اغير الاسم، هو رح يضل اسمه هيك بس هو هذا هو ار بس. وبعدين هلا رح نشبك هدول هون. هي رح اخذ هذه
هون هي صار عندنا هاي الفولتج موجود. هلا هدول بقدر احطهم على سكوب. السكوب هلا بقدر ارجع استعمل السينكس في السيميولينك نفسه، ما في مشكله اخلط بين السيميولينك وال هاي السكوب. ولاحظوا حتى الاشاره هون، الاشاره ايش شكلها؟ مثلث صغير او سهم صغير، يعني كانه بياكد لي انه هذا كومباتبل، هذا السيجنال هون كومباتبل مع السيجنال اللي هون كومباتبل مع السيجنال اللي هون. راح اعملهم سوبر امبوزد حتى اجيب التو سيجنالز فوق بعض، فراح نعمل ماكس. تمام، اذا خلينا ناخذ هون هلا مالتيبلكسر الماكس. مالتيبلكسر الكل عارف شو المالتيبلكسر. مالتيبلكسر باخذ التو سيجنالز بدمجهم على خط واحد، فبصير الاوسيلوسكوب يعرض التو سيجنالز على نفس الشانل زي ما انتم بتعملوا في السكوبس في المختبر. هلا هاي خلينا نرتبها شوي، نزيح هذا. إذا رح ناخذ الفولتج، رح آخذ الكرنت. هيك دائرتي جاهزة. هلا أظن في ناقصني إشي واحد. الجراوند ممكن أحطه ممكن ما أحطه، بس في إشي أهم في بسبب مشكلة. الجي يو آي، تمام أحسن. الباور جي يو آي لازم أحطه، لأنه الباور جي يو آي بحدد لي بارامترز بحل. هاي ما رح تنحل بال ما رح تنحل عن طريق اللابلاس. هذه بتنحل عن طريق شيء اسمه الديسكريت ايفنت سيميليشن او تايم سلايس سيميليشن. فهو بصير يعمل نيوميريكال، بحلها نيوميريكال. مش اخذتوا نيوميريكال ميثودز او نيوميريكال؟ اخذتوا نيوميريكال؟ نيوميريكال بامكاني احل المساله باني اقسمها لسلايسز، بضل اصغر الزمن اصغر الزمن اصغر الزمن ليصير مثلا واحد مايكرو سكند. الواحد، تمام، الواحد مايكرو سكند. بطلع على الحياه في بدايه الواحد مايكرو سكند وعلى الحياه في نهايه الواحد مايكرو سكند وبحلها. بعدين بنتقل لل1 مايكرو سكند اللي بعدها وباخذ ال what does life look like at the beginning what the end وبحلها. هاي لما بصغرها كثير بقدر اعمل تبسيطات كثيره وبتضلها معي. صحيح، هذا بنسميه تايم سلايس سيميليشن. حتى احدد البارامترز لازم احط هون جي يو اي، ما راح يعمل رن معك اذا ما حطيت الجي يو اي. فخلينا نجيب الجي يو اي. هلا الجي يو اي راح نجيبه هي هلا عاده كانك تحطه. هلا في كونتينوس وفي ديسكريت، ممكن يكون ديسكريت. هلا انا بعرفش ايش عادة كنا نحلها، رح خليها لكونتينيوس وبعدين بنشوف اذا بنضطر نغيره ولا لا، بس لازم يكون هذا موجود. هلا هذا اذا بتفتحه في بارامترز كثير بامكانك تحددها كيف طريقه الحل بدها تكون، كيف يحل المساله وايش يفترض والايديال مثلا هون انيشال ستيتس ستيدي ستيت كرنتس وفولتجز كونفيجر بارامترز. اذا بتفتح بارامترز رح تلاقي هون في كونتينيوس او ديسكريت. وديسكريت مثلا بتحط له 50 مايكرو سكندز التايم سلايس، متذكرين هذا الزمن اللي حكينا عنه؟ تمام. انا راح اخليها لكونتينوس، اظن بزبط معنا كونتينوس. في حالات معينه بنضطر نروح لديسكريت. بعدين هون مثلا ار ال سي بارامترز هيستريسيس ديزاين اف اف تي اناليسيس، ممكن يعمل لي هو اف اف تي. انا ايش اف اف تي؟ الفاست فوريير ترانسفورم. اذا راح اخليها هيك، هلا المفروض انه احنا نقدر نعمل رن. خلينا نشوف اذا زوم زوم سيلكشن. لا نعم، علي صوتك. لا 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 ما بوصله. لا لا هو بس كانه زي طريقه اتخاطب فيها مع السيم باور سيستمز واعطيه بارامترز معينه، بس هو ما بشبكه في شيء. هي هيك عملنا سيستم في سيستم تو فيو. هي الرن موجوده للبلاي دكتور. انا عارف، بس انا بدي احط لك ارتب لك ال خلص اتركها في سيستم تو فيو. اوكي خلينا نعمل رن. رح نعمل رن لعشرة. هلا هو لسبب معين ما بقول لي سكندز، هاي نقطة مهمة. حتى في كثير من هاي ما بقول لي انهم سكندز. هلا هو المفروض انهم سكندز، بس هو it doesn't explicitly ما بحكي بشكل واضح انه هدول سكندز. لما نعمل رن، اذا بتطلع هون هلا في هي عم اظن بجهز الفايل ولا بعمل رن. بجهز الفايل بعدين هلا عماله بعمل رن. خلص العشرة ثواني خلصوا. من المفروض هلا اذا فتحت الاوسيلوسكوب هلا هون احد الاشياء لازم نعملها داتا هيستوري. هون باخذ بس اخر 5000 انا بلغيها. نمبر اوف اكسس عندي اكسس واحد، وبعدين الديسيميشن من نفس السورس تبع الفولتج سورس بتغيره. حط واحد ثاني هلا بنشوف.
دكتور الران تايم مش لازم يكون الران تايم طويل كثير مزبوط. احنا اذا بدنا نشوف قديش اذا هذا 50 هرتز ولا 60 هرتز اخذناه. خلينا نظبط هذا على 50 هرتز. 50 هرتز رح يكون 20 ملي سكندز مش هيك؟ فانا ما بدي اشوف اكثر من 5 ف 20 تايمز 0.1 يعني لو عملنا 0.1 اوف سكند بيطلع معي 5 سايكلز اظن. اوكي هي هيك واضح. واضح مين الكرنت؟ لانه احنا عرفنا انه كان 2 اوم مزبوط. مبين اللون الثاني معكم المجنتا هذا مبين هون. اوكي اذا هي واضح عندي اتس فول ويف ريكتيفيكيشن. فول ويف ريكتيفيكيشن عم بيطلع معي هي هون عندي هي اول 10 ملي سكند وهي 10 ملي سكند مزبوط 20 ملي سكند. تتذكروا كنا نقول مين سالني ليش الفريكوانسي 100 هرتز؟ مين سالني؟ طلع هلا على هاي. احنا لما نقول بيريوديك ويف فورم ايش يعني بيريوديك ويف فورم؟ بتكرر نفسها مش هيك؟ هون هلا البيريد قديش عمالها بتتكرر؟ بتتكرر نفس شكل الويف فورم تمام كل 20 ولا كل 10 ملي سكند؟ كل 10 اذا قديش الفريكوانسي صارت؟ 100 هرتز. اوكي ماشي واضح. هذا احسن تعريف واوضح طريقه. هذا عماله بكرر نفسه نفس مش هذا الشكل مماثل تماما لهذا الشكل مزبوط. هم اجوا من مكانين مختلفين بس هاي الويف فورم هلا لما بتطلع عليها انا ما بعرف من وين اجت. هذا 10 ملي سكند و10 ملي سكند متماثلين فالفريكونسي تبعت هذا صارت 100 هرتز بطلت 50 هرتز وهذا نفس الشيء. لاحظوا طبعا زي ما حكينا الريزستيف لود سهل. ليش السهل الريزستيف لود؟ لانه كل اللي بعمله باخذ انا فولتج الفولتج وبقسمه بس باخذ نفس شكل الويف فورم. كل الاثنين ان فيز كمان هم نفس الشكل هو بس ستريتشد. يعني لو ارجع هلا الريزيستنس لو ارجعها لواحد اوم بنطبق وبقدرش اميز بينهم مزبوط. بس اذا حطيت هذه هلا رجعتها واحد اوم مش راح اقدر اميز بين الكرنت والفولتج بس اليونتس مختلفه طبعا واحد منهم امبير وواحد فولت. بينطبق حتى هون المشكله مش راح اقدر اشوف مش بتبينش عشان هيك انا حطيتها قيمه غير واحد. طيب هلا خلينا نشوف شو بصير عندي لما ببدا بحط اندكتيف لود. الفولتج بتعمل ليد على الكرنت وراح يتشوه شكل الويف فورم. ليش راح يتشوه شكل الويف فورم لما احط هون؟ لا 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 قبل هذه شكل الويف فورم ايش؟ هل هاي ساينوسويدال؟ اذا لاحظوا هلا هون عندي شغله مهمه نقطه مهمه. خلينا ارجع اول شيء هاي ل 2 اوم. ايش انا حطيت على هذا السيستم؟ ايش الويف فورم اللي دخلت له اياها؟ ساينوسويدال. شو الكرنت اللي سحبه؟ هلا هو بالحال هاي ساينوسويدال. لا هلا بتشوف ببطل ساينوسويدال ببطل هلا ساينوسويدال معي. خلينا نشوف شو بدنا نعمل. خليني اغير هذا اللود اول شيء ل ار ال وفي البدايه ما راح احطه هيفلي اندكتيف راح احطه لايتلي او 45 درجه. ببطل الترنيتنج هو اصلا لما يصير وببطل اي سي بيعمل اي ام اف ضده صح؟ الاندكتر صحيح. هلا بنشوف. خلينا نحط هذه واحد وشوف ايش راح نعمل. بدنا نحسب الامبيدنس بحيث انه الزاويه تكون 45 درجه. بتعرف تعملوها؟ قديش الفريكونسي هون؟ 50 100 صارت مضبوط؟ صارت 100. اذا اطلعوا هلا هاي اساسيات سيركتس هاي اذا مش عارفينها بدكم تروحوا تراجعوها. هي عندي هذا اللود هذه هون ار ايش وحدتها؟ 0.01 هنري المفروض تكون. كيف عرفت؟ من الكومبلكس نمبر ما هي الفيز شيفت تبعها الكومبلكس بس اخذت 2 باي 2 باي اف على الاعتبار مع 2 باي اف. طيب خلينا نشوف اذا كلامك صحيح. هي عندي هدول اوكي هذا مش بقدر اطلع الامبيدنس تبعته من هون زد ار زائد جي اوميجا ال تمام. زد بتساوي ار زائد جي اوميجا ال. اوميجا شو بتساوي؟ الفريكونسي 2 باي اف. اذا هاي 2 في باي في 100 في ال اللي بدي اطلعها. وخلينا اقول انه ار واحد وهون عندي زد بدي الزاويه تكون 45 درجه. حتى الزاويه تكون 45 درجه شو بده يكون عندي؟ بده يكون عندي ثيتا بتساوي 45 درجه او بتساوي تان ماينس 1 ايش؟ 2 باي 100 على 1 مضبوط؟ متذكرينها هاي كلنا نتذكرها؟ اوكي؟ طيب حد يحسب لنا الان الزاويه ايش الزاويه؟ هلا هون عندي 2 باي في ال مضروبه في ال عفوا صحيح في ال. بدنا نشوف قيمة ال اللي بتعطيني هاي الزاوية هلا تان ال 45 حتى يكون واحد شو بدها تكون القيمة هاي؟ واحد جذر اثنين. لا التان. التان الاثنين بدهم يتساووا البسط 45 درجة هذا بيساوي هذا مضبوط؟ إذا بدي 2 باي في 100 في ال تساوي واحد.
إذا ال شو بدها تساوي؟ 1.1 على 2 باي 100. 1.5915 خلينا نقول 1.59 تايم ايش؟ في 10 قوس 3 اللي هي ملي هن. ملي هن. إذا بدنا 1.59 ملي هنري. إذا رح نعمله الآن رح نحط قيمة ال 1.59 ملي هنري. هاي ريزيستنس اونلي. إذا هاي راح أحطها 1.59 ملي هنري. وهذا رقم منطقي عادة الاندكتر لما احنا نشتري اندكتر بلاقيه بالملي هنري. والكاباستر بيكون بالمايكرو بالمايكرو فارد. إذا هاي دول جاهزين، أنت المفروض هاي تعطيني تقريبا 45 درجة. إذا هذا مش هيفلي اندكتيف لود، خلينا نشوف الآن شكل الكرنت كيف بيصير. واضح كيف اختلف اه شكل الكرنت وشكل الفولتج مختلفين. وهلا اذا بنطلع على الكرنت، هاي النقطه المهمه هلا بدنا نشوفها، راح الاقي انه الكرنت لاجينج. طبعا هاي لاجينج بالنسبه للفاندمنتال تبع الفولتج من هون. هلا شوف ايش راح نبدا نعمل لو بدينا نزيد. بدي اعمل هذا مور هيفلي اندكتيف، حتى اعمله مور هيفلي اندكتيف ايش بدي ازيد؟ ازيد ال الفريكوانسي ما بقدر اغيرها، فبدي ازيد الاندكتنس. فخليني ارفع الاندكتنس مثلا هون ل 10 ملي. نعمل رن. ايش عم بصير معي؟ هلا طبعا هي بطلت بيور سينوسويدال وصار في لها دي، صار في لها افريج دي سي مضبوط. خلينا نزيده كمان. قديش تقريبا عم تقترب زاوية اللود؟ 90. هاي طبعا هون عماله لسه في ترانزينت ريسبونس. خلينا نزيد الزمن الآن. ايش هلا عم بصير؟ انا شو عملت باللود؟ زدت وصار هيفلي اندكتيف لود. هيفلي اندكتيف لود ايش صار عندي هون؟ لاحظين الريبل الصغير هذا؟ بس اذا اهملت الريبل الصغير ايش عماله بصير بالكرنت؟ عم بوصل تقريبا ستيدي ستيت. وتقريبا قديش قيمته؟ حوالين ال 60 مش هيك؟ 60 62 بهذه الحدود. شو بتتوقعوا هلا بصير الكرنت اللي جاي من السبلاي؟ دي سي؟ لا بس ما هو نصه عم بيجي من جهه ونصه من جهه ثانيه. اطلع هلا على هاي النقطة. هلا شو راح اعمل حتى اقيس الكرنت في السبلاي؟ هلا انا الكرنت وين عم بقيسه؟ في اللود. شوفوا شو راح نعمل الان، راح اخذ هلا هاي. اذا بتحطها مرات بحذر مرات. إذا هلا بدنا نقيس الكرنت، نفس الشيء فتحنا الدائرة، اضطرينا نفتح الدائرة. وهلا هذا صار الكرنت اللي في السورس. خلينا نحطه على اوسيلوسكوب ثاني لحاله. وبعدين راح أدمجه مع الهاي. لا نعملها. هلا خليني اعمل زوم اكس. ايش شكل الويف فورم؟ معقول؟ طب هذا الحكي انا عندي سينوسويدال سبلاي، سينوسويدال سورس، وبسحب منه سكوير ويف. هي مزبوط صح؟ ايش بنسمي اللود اللي اذا حطيت عليه سينوسويدال فولتج بسحب نون سينوسويدال كرنت؟ اي لود بحط عليه نون سينوسويدال فولتج وبسحب نون سينوسويدال كرنت بسميه نون لينير لود. لانه اللينير لود اذا حطيت عليه سينوسويدال فولتج لازم يسحب سينوسويدال كرنت. والكرنت الفريكونسي تبعته بدها تكون نفس الفريكونسي تبعت السبلاي، يعني بشكل عام لو احنا بدنا نحط هون الفكره العامه. هاي طبعا اللود، وين اللود؟ او السيستم كله ككل حدوده
هذا كله مش هيك؟ اللود هون بطل بس الفلير لانه هذا اللود لحاله شو؟ لينير ولا نان لينير؟ هذا لحاله هذا لينير. لو حطيت عليه ساينوسويدال فولتج شو بسحب؟ ساينوسويدال كرنت معروف مش هيك؟ اخذت بالسيركس حط عليه هون كل الفريكونسي شو بتكون؟ نفس الفريكونسي اللي بيختلف الامبليتود والفيس شيفت مضبوط. الكرنت لما الكرنت اللي بمر هون بالنسبه للفولتج تبعت السورس راح يختلف بس بالفيزرز بكل الفيزرز. هذا كل اللينير اناليسيز مبني على هذا المبدا. لكن مشكلتي هون انا ايش حطيت؟ حطينا نون لينير ديفايسز. لما حطينا نون لينير ديفايسز صرت لما صار هذا هيفيلي لودد من هون هيفيلي اندكتيف صار يسحب عندي سكوير ويف كرنت من السورس رغم انه السورس sinusoidal voltage. إذا كقاعدة عامة إن عندي non-linear load إن non-linear load إذا حطيت عليه sinusoidal voltage الكرنت اللي بسحبه مش شرط إنه يكون sinusoidal. طبعاً هاي square wave كيف ممكن أحللها؟ لإيش ممكن أحللها؟ أفككها الهارمونيكس. تمام. شو يعني الهارمونيكس؟ نعم تفضل. ايش اللي ضفته حتى صار نان لينير؟ انا حطيت ريكتيفاير اصلا بس اللي عملته كمان اني ضليت ازيد هذا اللود. لما بدينا فيه اول شيء شو كان؟ ريزيستيف مظبوط. كان الكرنت شكل الكرنت اللي يسحبه نفس شكل الفولتج اللي حطيته عليه مش هيك؟ ما كان مبين لسه لانه لو رحت على السبلاي بهذيك اللحظه راح تلاقي لسه بسحب ساينوسويدال كرنت بهذيك اللحظه لما حطيته ريزيستيف لود. بعدين رحت ار هاي حطيت معها اندكترز فهي على فكره صارت ار ال. احنا ما غيرناهاش لازم نغيرها لار ال. صارت هون اندكترز. ولما كانت لايتلي اندكتيف شكل الكرنت هون صار ساينوسويدال بس معمول له شيفت مرفوع مظبوط؟ كان طالع لفوق. لا انتبه لو اني رجعت راح تلاقي في دي سي كومبوننت كان في السبلاي بس مش مشكله هاي ما بتهمنيش. هلا ضليت ازيد ال هون لحد ما هذا صار ايش؟ هيفلي اندكتيف. الزاويه تبعته اقتربت من 90. لما صار هيفلي اندكتيف الكرنت اللي صار يمر في هذا اللود ايش كان تقريبا؟ دي سي لانه هي اطلعنا عليه هون هي مظبوط. هذا مش دي سي بتعتبره انت لما تطلع عليه بعيد مظبوط في ريبل صغير. هذا الريبل لو ضليت ازيد قيمه الاندكتنس بالنهايه فهون هذا اللود صار هيفلي اندكتيف وقيمته تقريبا هون هاي دي سي. هاي اللحظه لما رجعت على السبلاي وشفت السبلاي ايش الكرنت اللي بسحبه منه وجدت انه سكوير. لا لا اللي ضفته بس للقراءه للقياس ما بياثر على السيركت. يعني المفروض لما بقيس شيء بالسيركت ما بياثر عليه. هذا بس كرنت سول كرنت ميجرمنت بس هذا للقياس. هذا بس حتى ايش الكرنت اللي جاي. يعني انا بدي اشوف شو الكرنت اللي جاي. طبعا لو قست الفولتج هون ايش راح يبين معي؟ هذا ساينوسويدال ما راح ياثر عليه. هذا جاي من الشركه وراح يضل ساينوسويدال. نعم. طب الكرنت اللي لو كبسنا عليه هذا بالكريك بتطلع لي كم قيمه الكرنت؟ لا ما بيطلع. بس اذا بدك انت قيمه الكرنت تقدر تحط شيء اسمه ديسبلاي. اذا هذا اللي بتسالني انت عنه. إذا بدك ديسبلاي بإمكانك تحط التالي. هلا مشكلة الديسبلاي إذا أنت عارف إنه الرقم كونستانت بتقدر تحط ديسبلاي بس بدك تدير بالك مرات بيكون متغير. بإمكانك تستعمل الديسبلاي من السينكس كمان مش هيك؟ بس لو حطينا السامبل تايم كثير عالي يمكن ممكن يعطيك ما بعرف. يعني الديسبلاي دير بالك ما تحطه إلا لما تكون متأكد إنه الإشي اللي بتقيسه ما بتغير. يعني شوفه بالأوسيلوسكوب بالأول عارف الفرق زي إيش الديسبلاي لو عندك فولت ميتر وعندك أوسيلوسكوب. لما بتقيس انت بالفولت ميتر هل انت متاكد ان القيمه ما عم تتغير باستمرار؟ بس لما تحط على الاسيلوسكوب وتشوفها بتشوف شكلها بالضبط شو. اذا حبيت تستعمله هي الديسبلاي. انا مرات بستعمله في اشياء بس اكون متاكد انها كونستانت. شو بيطلع الار ام اس للاي سي؟ مش شرط يطلع الار ام اس بعطيك القيمه. هلا الار ام اس بدك تحط ار ام اس بلوك في بلوك اسمه ار ام اس بلوك. خلينا نشوف لو حطيناه هون شو بعطينا الان غير اعمل ارود ران. طبعا ما بكفي انه هي راح احطه هون اعمل ران مره ثانيه. هلا المشكلة هون عارف هذا المشكلة لأنه أنا حطيته احنا مش هون بدك إياه. أنت بدك إياه كنت على الدي سي مش هيك؟ فاللي هو هون مظبوط؟ هاي حطيناه هون على الديسبلاي أعطاك الدي سي بس هو ما بفرجيك الريبل. في شوية ريبل كان مظبوط. مين اللي بفرجيك الريبل المظبوط؟ جرافيكال. أوكي ماشي واضحة هاي النقطة. هلا هاي انتروداكشن للسمبل سيستم بس فرجتكم فكرة مهمة.
لما يصير في عندي switching devices زي هيك صار عندي non-linear loads. non-linear loads هذه طبعا بسموها headache يعني مشكلة. لأنه هون بدت فكرة الهارمونيكس مشكلة الهارمونيكس. شركة الكهرباء شو راح تشوف الآن هون؟ هاي شركة الكهرباء هون. نفترض هاي شركة الكهرباء مزبوط؟ لما شركة الكهرباء تطلع على الكارنت اللي بسحبه هذا الكونسيومر شو لقت؟ لهذا الكونسيومر هذا عماله بسحب منها سكوير ويف. هذا طبعا السكوير ويف بتقسم لإيش؟ بتقسم بنسميه فاندمنتال اللي منكم ماخذ السيجنالز اللي مش ماخذ السيجنالز مش مشكله. يعني هذه بامكاني احللها كيف الان السم اوف هارمونكس هاي بتتحول مثلا كانها عباره عن sinusoidal هون مزبوط وثيرد هارمونيك. الثيرد هارمونيك راح يكون وفيفث هارمونيك. صعب ارسم الفيفث هارمونيك بس هون بتكون الفريكونسي اعلى. هلا هدول اذا جمعتهم شو بيطلع معي بالنهايه؟ يعني كاني بقول هاي سكوير ويف لو بدي افككها من ايش مكونه؟ ساينوسويدال. مكونه من ساينوسويدال له نفس الفريكونسي وساينوسويدال له ثلاث اضعاف الفريكونسي. بس شو اختلف الساينوسويدال اللي له ثلاث اضعاف الفريكونسي؟ اصغر مش هيك؟ وساينوسويدال له خمس اضعاف الفريكونسي بس كمان الامبليتيود تبعه اقل. ولاحظوا انه كلهم ان فيز، كلهم بدوا هون من الزيرو. الفيز مهم حتى اجمعهم، لازم اعرف الفيز والماجنيتيود تبعهم. وايش تتوقعوا راح يكون بعد الفيفث؟ في 7 وبعد ال 7 9 والناينث 11 و13 و15. ولو بدي اجمع هاي السكوير ويف مضبوطه اطلع على ايمتى لازم اضل ماشي؟ من ناحيه واقعيه لقديش احنا بنروح تتوقعوا؟ ل 25 او 49. في اصطلاح بالصناعه في ناس بروحوا ل 25 في ناس بروحوا ل 49. اذا راح ل 49 بيعتبر حاله خلص كمل كل الهارمونكس والمفروض انه غطى كل الموجة الموجوده. هاي انترودكشن بسيطه لفكره الهارمونكس والنون لينير لودز.